كتير مبسوطين نتعرف عليكم. انتو زي ما لاحظتوا في خبرات سنتين واربعة وعشرة وثمنتاش وعشرين، يعني خبرات متنوعة، وهذا اندل بدل. وحبينا نحن بالبداية انه نخلط المجموعات على اساس انه نكسر الحواجز من بعض وكلنا نتشابك مع بعض وناخذ خبرات من بعض. انا بتمنى منكم تكونوا كرمة، تكونوا معطائين، لانه جد هذه الرسالة تبعتكم، هاي رسالتنا أمام الله اللي منأديها على هاي الأرض. عشان هيك هلأ أنا رح نبدأ المحاضرة الأولى اللي هي المتطلبات القانونية لرياض الأطفال. أنا رح أحكي بهذا الموضوع لأنه شغلة كتير مهم أنا وإنتوا نعرفها، إنه التربية والتعليم هي غطاء لنا جميعا. التربية والتعليم هي السند إلنا. كيف؟ إذا أنت بدك تقودي سيارة بحاجة لرخصة تقودي السيارة، وبدك تفتحي روضة. لا هذا كان هون. إلك. إلك. فنفس الشيء المدرسة بتحصل على ترخيص حتى تبدأ تزاول عملها، ونفس الشيء رياض الأطفال. بس أنا بشوف بوزارة التربية والتعليم بيركزوا كتير على الطفولة، بيركزوا على الأطفال وبعطوا تعليمات. يعني إذا أنا فكرت أفتح الروضة، مش أي حدا بقدر يفتح روضة، مش أي مؤسسة أو أي هذا بعطوها الترخيص. ففي إجراءات بتطلبها التربية والتعليم، أكيد أكيد كلكم بتعرفوها، بس أنا حبيت اليوم أنا وإنتو نشوف شو هي متطلبات التربية والتعليم. هو عندهم يعني كتيب لهذا 70 صفحة، حاولنا نحن نختصره بأشياء بسيطة اللي نحن منحس إنه هي ضرورية إلنا نستفيدها. فأنا خلال عرض الأشياء اللي بتطلبها وزارة التربية والتعليم، بتمنى منكم لما أنت بتسمعي شو المطلوب بتفكري إنه هذا الإشي موجود عندي ولا مش موجود بروضتي. إذا مش موجود لازم أحاول أشتغله. بس أحكي لكم مرات شو بصير فينا نحن، يي هالتربية بتتعبنا وبتضل تطلب وبتضل تتطلب. لا، التربية بتطلب وبتتطلب لمصلحتك أولاً، لأنه أنت محمية. إذا أنت بتعملي قوانينها الصحيحة وبتعملي الإجراءات الصحيحة، هي هدفها أنت والطفل. الطفل إذا أنت بتتبعي التعليمات الصحيحة وبتتبعي القواعد الصحيحة، أنت ما بتوقعي بخطأ، بتكون في إلك مسار تقدري تمشي عليه، ما بتتخبطي، ما بتشتي، ما بتضيعي، ما بتهدأ، لأنه الخطوط. ولكن وين ببلش؟ إبداعك أنت كمعلمة تطوري الأشياء الموجودة. فمهم نحن نعرف القانون، ديمة ما أنت بتعرف القانون وبتعرفي شو المطلوب بتكوني دائما في سلام وأمان. هلأ أول إشي المتطلبات القانونية، لما أنا بفكر إنه هذا التعليمات كلها تعليمات الوزارة، رحنا على الوزارة وجبناها، وأكيد أنتوا بروضاتكم كل روضة فيها التعليمات. أكيد إذا فيش عندك لازم تروحي على التربية والتعليم تطلبي هاي التعليمات، المفروض تكون عندك بالملف، لأنه هاي في حال أهل راجعوكم، صار أي شغلة، بدكم أي قانون، بدكم أي إشي، ارجعي دائما للتربية وارجعي شو المطلوب من التربية، شو اللي بتطلبه منك. فهو هو عبارة هيك عن صفحات، مهم دائما موجود في ملف الروضة يكون عندك. للسلطة، سلطة. هلا عملية الترخيص عادة كل روضة في بتحمل ترخيصين، إما ترخيص 5 سنوات أو ترخيص سنة. أوكي، هلا التربية بتعطيكي أول ما أنت تفتح الروضة عندك بيبعتوك ترخيص سنة عساس يشوفوا هل أنت هذا. بس قبل ما يعطوك الترخيص بتم أنت بترفعي طلب للتربية. الطلب اللي بترفعي بناء على هذا الطلب إيش بيعملوا؟ بيبعتولك على المدرسة. أول إشي بيجي مشرفة رياض الأطفال، بيجي واحد من الدفاع المدني، واحد من الصحة، وبيجي مهندس تبع البلدية.
بيجي أول إشي بيكشف على الروضة، إذا نيجي مشرفة رياض الأطفال بتهتم بالبيئة الصفية، الصفوف، الأشياء الموجودة، الهندسة، المساحات. هلأ رح نحكي عن المساحات. الدفاع المدني للأمان، شو في طفيات، شو في شغلات هاي بطلبها منكم. بعدين كمان الكشف الصحي على المرافق الصحية والأشياء الصحية للروضة. هلأ إذا بيجوا على الروضة تكشفوا كل أشياء مكتملة وهذا، فبطلع تقرير من الصحة وتقرير من كل الجهات هاي إنه أوكي موافق على ترخيص الروضة. هلأ هذا بيكون لأول سنة. هلأ إذا نفرض أعطوك أي ملاحظات وشغلات لازم تشتغلي عليها وتسويها وتزبطيها، بعد ما يعطوك الترخيص لسنة بتعيد الترخيص ثاني سنة. ثاني سنة بتروحي إذا كل الأشياء كانت بالفعل حسب المواصفات الصحية والآمنة والمتطلبات بعطوك ترخيص لخمس سنوات. نحن روضتنا الحمد لله حاملين ترخيص خمس سنوات ولسنة طويلة. هلأ الـ الأشياء اللي هم كتربية وتعليم إيش بطلبوا؟ أنا هلأ بدي أسردهم، بس أنا متأكد يعني ولا ممكن روضة تكون هذا، بس إذا في إشي ناقص أكتبي أساس إشي تشتغلي عليه توفري بروضتك. أول إشي لازم يكون مبنى الروضة صالحاً هندسياً وصحياً، بهمهم كتير الشبابيك، النوافذ، المساحات، إنه كمان بتوفر في الروضة داخل الروضة ألعاب متنوعة، لأنه رح نحكي لكم فيما بعد أشياء كتيرة عن الألعاب وعن الزوايا والأشياء اللي هم بيهتموا فيها. بتوفر في الروضة أركان وزوايا، يكون فيها حمامات بما لا يقل عن حمام لكل غرفة صفية، يعني كل صف يكون فيه حمام، بس مش حمام واحد، حمام أصدم إنه عينتين. إذا روضة ولدية أولاد أوكي حمام واحد، إذا بنات حمام فيش مشكلة للصف، بس إذا مختلط مفروض يكون حمامين أولاد وبنات، وينحط على الباب صورة الأولاد صورة البنات على أساس إنه يكون لكل روضة. بعدين كمان لازم يكون في الروضة في ساحات وألعاب. هلا مرات بنواجه إنه نفرض فيش عندنا هالساحات الكبيرة أو إنه فيش عندنا ساحة مظللة. شوفوا هالأيام بطل إشي صعب، يعني حتى لو بتحطي شادر ما بيكلف كتير، لو بتحطي هذا البلاستيك، لو بتحطي في الأبيض زي زينجو، هذا الأبيض بالضبط مش عارفة شو اسمه، بس إنه هو كمان ممكن المدرسة توفر أشياء لو حسب إمكانياتها، بس لازم يكون في ساحة فيها ظل للأولاد يلعبوا وقت الشمس وقت الشتاء، لأنه ضروري بتعرفوا الولد لازم يطلع على الساحة إلى أيام. مش ضروري نكتر برياض الأطفال الألعاب، يعني ساحة سيلو مراجيح ودودودودو، هاي الأشياء كتير منيحة مهمة لازم تكون، لازم، بس مش بكميات كبيرة. أوكي نفرض المراجيح انتو بتعرفوا العمر الأطفال بضل ما يتقاتلوا كله بدهم يركبوا على المراجيح، إذا كان في لفافة يعني فيها شوية خطر. بدنا نحاول إذا بنلاقي ألعاب خارجية تكون ألعاب آمنة 100% سليمة 100%، اللي هذا المرجيحة نفرض يفضل مش الفردية هاي اللي بتخبط الأولاد اللي رايحين جايين، تكون المرجيحة اللي فيها بقعدوا أربع أولاد، ما بتتحرك كتير، ما بتعلى كتير، يعني بالساحات الخارجية. هلا كمان إشي تاني متطلباتهم إنه تكون الصف يعني أقل إشي متر لكل طفل، يعني بدك تحسب حسابك عندك نفرض 20 طالب بالصف لازم يكون 20 متر داخل الصف للولد اللي يتحرك، فبيحكوا مساحة 1 متر لكل مربع لكل طفل ومترين في الساحة الخارجية لكل طفل مترين. بعدين كمان لازم يكون في الروضة قاعة متعددة الأغراض. أكيد مش دايماً في قاعات كتيرة أو قاعات متوفرة، بس ولا مدرسة إلا أكيد فيها قاعة اللي المعلمات بنستخدم فيها حفلاتنا والأنشطة والأشياء اللي بنسويها، فضروري وجود قاعة. إذا ما عندك قاعة لازم تفكري في بقاعة، تجدي قاعة أو صف للأنشطة اللي رح نحكي عنها فيما بعد. كمان إنه يكون في غرفة مستقلة للمديرة، وتكون الروضة مشاركة لها مشاركة فعالة في النشاطات التربوية اللي بتسويها الوزارة. بدي أحكي لكم شغلة، ولا نشاط بتعمل التربية إلا نحن بنشارك فيه، مش مهم، المهم نشارك. مرات تعرفي بيكون عندنا كمعلمات وكهذا تخوف، ايه بلكن انا ما عملش اشي منيح او بلكن انا ما اسوي شيء، انا ما يعجبهم مش احكي لكم صدقوني، اذا بدك تكبر يعني تتعلم وتستفيدي شاركي باللي عندك بهالبسيط بهالوزن البسيطه شاركي فيها، صدقوني انا يعني فيش اشي بيصير بالتربيه اول وحده مشاركه او بشارك بالاشياء وصدقوني هذا اشي ساعدني وطورني وطور معلماتي.
مهم شاركي روحي، بصير دورات بصير شغلات، ما تترددي ان تقولي ايش بوديني كله حكي وكله برمود، هذا هو كلامنا بس صدقوني انا بحكي عن خبره. جربوا التزمي بكل الاشياء وبتشوفي لو ولا ممكن ولا ممكن الا تروحي بفائده بتعود عليكي وعليكي اولا وكمان على الاولاد. انا دائما بركز عليكي لانك انت الاساس. طيب كمان انه بالنسبه للمبنى هلا شوفوا بدي احكي عن هذا الموضوع انه مرات بيكون المبنى للروضه اللي بدك تفتحيها بدها تكون لشخص معين او هذا او بدها تكون مستاجر، ولا مره بترضى التربيه اللي يكون 10 سنوات اقل شيء الاستئجار وبتشوف العقد. ليش؟ من خبرات عندنا في بيت لحم نفرد ناس يفتحوا روضه خاصه مراكز كتير، اللي يصير انه صاحب الملك بده الروضه تبعته او المبنى تبعته، طيب وين يروحوا في الاولاد؟ وين هذا؟ معك سنه بدك تخلي، طب الاهل يعني هذا التربيه وعت لهذا الموضوع، بتقول لك اقل شيء 10 سنوات ويبلغ قبل 3 سنوات بهذا الموضوع انه اللي يقدروا يدبروا حالهم في محل ثاني ما يرتموا، يعني انا بتذكر روضتين عندنا ببيت لحم يعني مساكين لما طلبوا منهم المبنى لهذا ما عرفوش انه يروحوا سكروا والاهل تبربكوا ما عرفوش انه يروحوا في اولادهم. المفروض حسب قانون التربيه اقل شيء اذا بدكم تستاجروا مكان يكون اقل شيء 10 سنوات، ارتفاع الغرفه لازم يكون 2.60 والغرفه يعني ان اقل شيء 16 متر مساحتها. كمان لازم يكون في تهويه كافيه واضاءه مهمه، اضاءه شبابيك واضاءه الاضواء مهمه كثير، اوكي؟ وكمان شيء ثاني يكون فيها الوحدات الصحية زي ما حكيت لكم لكل جنسين وتوفر مصادر مية كافية، مهم جدا المية الروضة. هلأ في عندك مرية بالحمامات وإذا عندكم مشارب لازم المشارب تكون مية نقية ومفلترة ونضيفة للأولاد. بس أنا بدي أحكي لكم خبرة بهذا الموضوع. نحن عندنا بالروضة ما في مشارب، سوينا مشارب ولكن ليش لغيناهم؟ لغيناهم لأنه أنتوا بتعرفوا الأطفال بعرفش يحط إيده ويشرب هيك، الطفل إلا يحط أمه بالحنفية مستحيل، راقبوا الأولاد ما بيعرفوا إلا يحط أمه بالحنفية، بهذا طبعا مش صحي، ولد مرشح ولد عنده إشي بطمه أو هذا بعده الأولاد الآخرين، فنحن لغيناهم. هلأ شو نحن بعملنا بديل؟ كل طفل مطرته معه بفوت الصبح خصصنا رف، كل ولد اسمه على مطرته، رفوفهم كل ولد مطرته برفه، لما بدي يقوم بيمسك مطرته بيشربه بيرجع بحريته، بيطلع على الملعب بيقدر ياخذها معه او بنترك الصف مفتوح بفوت بيشرب وبيطلع. استعمال المشارب شوي المزبوط لان مشربين كبار لغيناهم لهذا السبب بس، وبعدين اسمعوا لما الاولاد بيطلعوا يلعبوا هذا العمر بيموتوا على المي، بيموتوا بعشقوها. ثانية اغفلي عنه بتلاقيه مبلل حاله مبلل ايديه، بحبوا يرشقوا حالهم برشق اصحابه، فحسينا انه مزبوط اوكي التربية بتطلب انه يكون مشارب ولكن حسينا انه كتير انظف وعملي واحسن لكل ولد مطرته، وتأكدي انه للولد مطرته واسمه عليها عشان ما حداش يشرب من التاني. كمان اشي تاني بالنسبة لانه لازم يكون الاثاث مناسب سليم. هلأ انتبهوا نفرد عادة مرات في الأسواق مليان أشياء حلوة للأطفال مبهرة ألوان مبهرة، بس إيش يا جماعة الحفاف نفرد بنتبهوش إنه بتكون مربعة، بتكون الطاولات مش أمينات بضلهم يقلبوا، إذا بتنتبهوا الطاولات المدورين بحطوا إجريهم كتير قراب مش كتير بعاد. انتبهي أنت كمديرة روضة أو معلمة روضة لازم تنتبهي الطاولة اللي بدك تاخديها، يعني ولدين حطوا إيدهم هيك تقلب عليهم لا، الكراسي الكرسي كيف يكون آمن ما يكونش خشب بلاستيك. أنا شوفه بالبلاستيك لعمر 3 سنوات بحبه، مرات بتقولوا يي لا ممكن، تعرفوا ليش؟ مريح جدا البلاستيك ل3 سنوات مع تجربتنا. هلا التمهيدي كراسي خشب أمنات مكنات لأنه أكبر، هذا ابن 3 سنين بحتاج كرسي بلاستيك اللي هو بيقدر يحمله يتحرك عليه هذا، وبعدين هو خفيف مش ممكن الكرسي يقلب ولا يكسر ولا يسوي. وعادة في بدي احكي لكم انواع كتير بلاستيك بالسوق، في الاردني في الصيني في الاسرائيلي، انا بفضل يعني ماركة الكيتر الكراسي تبعينها يعني كتير جامدين وخبرتنا فيهم كتير منيحة، لا بيكسروا ولا بتخربوا ولا، وفي هلا جديد جايبين تركي، التركي كمان منيح نوعية كويسة وجامدة وامينة للطفل.
الطفل. كمان لازم وجود أسوار وحماية. شوفي أحكي لك، طفل الروضة بعرفش الأمان. إيه طفل الروضة شو بيعمل؟ بشوف باب مفتوح بضله سارح وطالع. أوكي، هذا الباب المفتوح بالنسبة إله متعة، بحب يطلع لأنه مرحلة اكتشاف، بده يكتشف شو شو برا، وين هون، وين بروح. فعشان هيك أول شغلة معلمة الروضة، مديرة الروضة، أنت بالصف دائما انتبهي الباب مسكر، اعملي للأولاد برقبتهم إشي لما يطلع لازم يلبسوا على أساس إنه إذا تفقدي، يعني اعملوا أي إشي اللي تتأكدي إنه الأبواب دائما مسكرة. والأسوار، الروضة بحاجة لأسوار آمنة، منطقة تبعد عن يعني مختلفة عن المدرسة، مدخلها لحالها، أسوارها لحالها، ملعبها لحالها. ممنوع يكون بنظام التربية والتعليم أول ما بيجوا بسألوا على الساحات وين بيلعبوا الأولاد، وين هيك. وهذا كمان مش بس عشان التربية، عشاننا يعني كتير منطقة آمنة تكون للأولاد وأسوار آمنة. نفرض أنا إحنا مدرستنا عندنا نفرض ملعبنا مع ملعب الكبار بيلعبوا كرة قدم، طوالي شو لازم نعمل؟ يعني الولد يضرب طابة يطيع على راس الأولاد؟ لا، عندنا أسوار آمنة، أسوار مغطية محمية، الأولاد بيدخلوا براحتهم، الأهل براحتهم، ما فيش شد. فممكن يعني الأسوار ضروري وجودها لحماية الأولاد وحماية الروضة. وكمان أنتوا بتعرفوا أنه مرات الروضة بالذات لازم يكون أبوابها مغلقة. بتعرفوا كتير أنا بعاني من مشاكل بين الأب والأم، وبصير الأب بده يأخذ الولد أو الأم بده تأخذ الولد. هلأ أسوار الروضة مفتوحة، دخل هالأب، دخل مين هذا، دخل بعدين. كمان تعرفوا هالأيام حالات خطف، حالات دنيا، لازم يا مديرة ويا معلمة تأكدي أبواب الروضة مغلقة، ما أي حدا بسهولة يدخل على الروضة، يعني عقده حياته اللي بده يفوت على الروضة، ما تكون يعني أبواب مفتحة لمين ما كان بقدر يدخل. لأنه إذا الباب مفتوح ممكن لا سمح الله حالات خطف، حالات مشاكل بين الأب والأم، الأم تأخذ البنت، تأخذ الولد، المشاكل هاي بتحموا حالكم منها. يكون انتركم حتى تشوفي مين على الباب، مين بده كاميرا. هالأيام صار التكنولوجيا سهلة، كاميرا تعرفي مين الداخل ومين الطالع على الروضة. لازم يكون مدخل طوارئ، التربية بتيجي طوالي، الدفاع المدني دوروا على مخرج الطوارئ. لازم نعلم أولادنا، نحن بالروضة بنعلمهم إذا لا سمح الله صار شغلة كيف يشردوا. أول ما يجوا على المدرسة هدول أول شهر بنفهمهم، طبعا ما بنخوفهم نقول له إذا صار هيك، لا شوفوا حبيبيني هذا الباب بنقدر نطلع منه، إذا بدكم تطلعوا بسرعة هذا الباب بنفهمهم، بنفرجيهم وين المخارج. الأبواب تكون مفتاح، ومش المفتاح في مكتب المديرة تنروح نجيب مكتب المديرة وهو دور إلا هو، لا دائما يكون أنا عندي نفرض الباب معلق المفاتيح الخاصة المخارج، المعلمة طوالي تقدر تتصرف في حالات الخطر. إشي تاني يكون كمان في مبنى الروضة يكون مبنى أرضي، وإن كتر يكون مبنى تاني. أنا بدي أحكي إشي من خبرتنا، نحن حطينا عمر 3 سنوات بالطابق الأرضي. أول ما بدينا رياض الأطفال حطينا عمر 3 سنوات. هلا شوفوا شو اللي صار، إنه الأولاد تبعين 3 سنوات زي ما قلت لكم بشوفوا الأبواب مفتوحين بضلوا طالع، وبعدين بعرفش بروح على الحمام ممكن يتيه. لا نحن حطينا أولاد 3 سنين الطابق الثاني. بلكن تستغربي تقولي يا صغار، لا من خبرتنا ابن 3 سنين أول إشي حركته بطيئة، بركضش كتير مش زي ابن التمهيدي. ثاني إشي درج له دربزين، ومنحط لهم على الدرج هدول اللي ما يزحلقوا الأولاد، وبعدين منحط لهم خطوات، حاطين لهم خطوات منين الولد هذا. فالولد ابن البستان بضل طالع متطلع ويطلع على الخطوات يوصل لصفه، وهو راجع كمان في خطوات رجع حطينا لهم إياها على الأرض. والحمد لله إلنا 6 سنين بهاي خبرة 3 سنوات، الحمد لله ولا ولد وقع ولا ولد. بعدين اسمعوا شو الحلو فيهم، بيمسكوا الدربزين بكونوا نازلين ورا بعضهم بخافوا. فعشان هيك انا بقول لو عندك طابق تاني فكري حطي 3 سنين فوق، كتير امان الك وإله، مع تسكيره باب بيكون كل شيء تمام، مريح الك وللطفل. كمان انه يكون لازم يكون مطبخ بالروضه ضروري. بتعرفوا الاولاد مرات كثير اولاد الاطفال بطنهم بوجعهم، مغص مش بحاجه كل دقيقه نتصل في الام تعالي البطن بوجع. انت بالروضه بتحاول تسوي له شاي، تحطي له نتفه ماء زهر، شومر، نعناع،
أيوة منشربه للطفل. بعدين الروضة بتعرفوا غنية بالأنشطة، ضروري جدا وجود المطبخ، أوكي؟ بدنا نسوي لهم مأكولات ونسوي لهم شغلات، فضروري يكون مطبخ في معدات كاملة. حتى بس انتبهوا، مهم إيه السكاكين، الأشياء، الغاز، الدنيا، طبعا أكيد بتعرفوا هذا الإشي، ليكون آمن وعالي وبعيد عن متناول إيده. هلأ بالنسبة للمقاعد، يفضل يكون لكل طفل مقعد. اوعكم بالروضة تنسوا انه كل طالب له مقعده. وتعرفوا شو بنعمل نحن؟ بنحط لكل ولد اسمه على الكرسي تبعه. اول اشي بتعرفوا على اسمهم، تاني اشي الولد يا الله شو بنبسط. هلا انتم لاحظوا اذا خربش ولد قاعد على كرسي، لا محلي كرسي الي، بحيث انه هو جزء من هذا الصف وانا الي ارث بهذا الصف. بجوز لازم اخر السنة بس يتخرجوا من الصف نعطيهم اياه. على كل حال، بس انه لازم يكون له كرسي مكتوب اسمه عليه. وكمان انا بدي انصحكم الطاوله تبعته للطفل لما تقسموهم مجموعات، حطوا اسمه بالعربي وبالانجليزي قدامه، بتكون هيك على الطاوله ملزقه، بضل الولد شايف اسمه، عارف هذا مكاني، بحافظ عليه نظيف، بحافظ عليه كويس. الاولاد بتقاتلوش مع بعض، خلص ببطل الولد يقول انه لا ابعد ولا مش لا لا لا، حطي اسمه، صدقوني هاي خبره كثير حلوه. حطي اسمه بالنص، حطي على الطاوله ايش الاسم، الفرقه تبعته او اللون، وحطوا له الأسماءهم قدامهم بالعربي وبالإنجليزي. كمان الطفل على الطاولة اللي بقعد عليها وقت التركيز، هاي الطاولة اللي بقعد عليها لما بأكل، هاي الطاولة بقعد عليها لما بلعب مع فرقته، لأنه نحن عندنا مجموعات رياضة الأطفال، صح؟ مجموعات بس، ولكن وقت إيش بتغير مكان الطفل؟ لما بده يلعب على السجادة، لما بده يلعب بالزوايا، لما بده يروح بأي محل، بس وقت التركيز بيقعد على هاي الطاولة، طاولته، هاي طاولته، هذه مجموعته، هاي خزانته، كيف خزانته بتحطي له اياها كل السنه اسمه عليها خزانته. بحبوا الثبات الاولاد، الاولاد بحبوا الثبات خاصه بهذا العمر، بحبوا. هلا كمان حكيت توفير خزانه لهم للاولاد يحطوا فيها كل اغراضهم، وكمان علاقه له لجاكيته والاغراض، واكيد هاي الاشياء يعني انا بحكيها موجوده، بس هاي متطلبات تربيه. وكمان يكون اللوح على مستوى الاولاد. بدي احكي ملاحظه على هذا الموضوع، مرات المعلمات بحطوا اللوح، نحن كمعلمات اريح لنا نكتب هيك ونشرح ونسوي على اللوح على مستوانا، بس انت اذا الاولاد على الارض، تخيل الولد على الارض، انت جربي اقعدي على الارض وضلك رافعه راسك هيك دقيقتين، بتقدري تتحملي هاي الحركه؟ مستحيل. فاذا انت فكرتي كمعلمه اريح لك او صعب عليكي يكون اللوح واطي، انا من رايي يو بتحطي الاولاد على الكراسي، عديهم على الكراسي والاولاد يطلعوا عليكي بيكون اسهل لهم. وكمان في غلطه نحن كلنا بنوقع فيها كمعلمات، المعلمه لما هي تشرح بتحب تكون واقفه، والاولاد هم على السجاده، يا حرام. هلا الاولاد بدهروش يضلهم هيك رافعين راسهم يتطلعوا، لازم المعلمه وقت الحديث الصباحي تقعد تكون بمستوى الاولاد. بعدين كمان مرات المعلمات حاملين البطاقه هيك وعمال المعلمه بتشرح وبتحكي مع الاولاد، تفرجيهم صوره، طلعوا. هلا انا على مستواكم انتم شايفين، بس انت تخيلي الولد هيو تحت، وين مستوى عينيه؟ عند اجريكي. فلما انت بتشرحي له هالبطاقه انتبه اطلع، بتعصبي مرات بتفكري عينيه مش، بس هو مش قادر يرفع هيك يطلع عليكي، انت لازم تنزلي له وتمرري البطاقه على مستوى عينيه. خاصه القصه، القصة يعني قديش بعشقها الطفل، بس يا حرام مرات المعلمات أريح إلها إنه تمسك القصة تفتحها هيك، أريح لها صراحة هيك الواحد أريح لها، بس لازم نتبع هاي النقطة، اللوح يكون واطي لما أنت تشرحي أو تعرضي قصة أو تعرضي أي إشي على الطفل يكون على مستوى الطفل. هذا متطلب أنا بتمناه منكم، لأنه رقبة الأولاد صراحة كتير بتتألم من هاي الحركة. أوكي، هلأ نيجي كمان نحكي على دوام الروضة. بشوف أنا مدارس مرات للتنتين ونص بيخلوا الطفل أو للوحدة ونص، أو شوفوا أحكي لكم أنا مريت بكل هاي الخبرات. هلأ بالنسبة للطفل لازم 7:30 تحكوا للأهل بأبواب الروضة مفتوحة نستقبل الطفل. أنا بدي أحكي لكم شغلة مهمة، استقبال الطفل الصباحي
جدا مهم. اوعك اوعك تضيعي هالفرصة عليك. هلا انت كمعلمة تيجي اليوم الصبحية لابسة ولا قصة شعرك، لو حدا يقولك ايه ما احلى شعراتك تنبستي بغير مزاجك. الطفل لما انت بتوقفي له على باب الروضة الصبح، ايه ما احلى شعراتك، ما احلى صباحك، يا الله ما احلى هالوجه الحلو هالوجه المنور، صدقوني بتغيروا كل مزاجه. لانه هذا الولد دقولكم جاي من بيت ام معصبة واب معصب وبدهم يطلعوهم على المدارس وجررته من تخته غصب عنه وجاي على هالروض على المدرسة. يعني احكي لكم جد، اوعك تفكري الطفل اللي واصلك هذا الولد نايم منيح وشارب منيح وماكل منيح وماخذ احسن عنايه. لا احكي لكم، عشان هيك رسالتنا امام الله مهمه. تعرفي ليش؟ لانه انت هذا الطفل اللي وصلك اليوم، اتوقعي منه لا ماكل ولا شارب ولا حدا عابطه ولا حدا حاطط ايده عليه. تعرفي حطيت ايدك على الولد على وجهه على شعراته، يعني كلمة حلوة بسمة حلوة، مش مطلوب منك تعملي عمل كبير. كانت الأم تريزة تضل تقول اعملوا عمل صغير بحب كبير، بس نظرة هيك إلى الطفل تقلب كل مزاجه، بصير يحبك يحب المدرسة. تعرفوا يا معلمات، إذا أنت بدك تكوني معلمة ناجحة في حياتك، أنجح معلمة اللي بتخلي الطفل يحبها. وعشان الطفل بسمع كلمتك أكثر ما بسمع كلمة أمه، بضل يقول قالت المس. هلا لو أمه قالت له يا ولد هيك، لا المس قالت. أنت مقدسة بالنسبة له، أنت روحه، أنت حياته، لبسك، شكلك، كل إشي فيكي مهم بالنسبة له. اسمعوا، الأولاد حاملين كاميرات بصوروكم بكل تفاصيلكم، بروحوا على البيت بيحكوا كل إشي. اسمعي، مرات بيلعبوا بيت وبيت بيحكوا كل شيء كل شيء كل شيء. الأم بتعرف شخصية المعلمة ودنيا من الولد لما يروح على البيت. فأنتي هاللقاء الصباحي إله تغني بتغني حياته، وأنتي بتحسي بتشوفي بس بنتهم عوجهم. أصلك إن إحنا موجودين عشانهم، الله اختارنا نكون في طريقهم. عن جد يعني أنتي كتير مهمة، لازم تعرفوا أنتوا دوركم قديش كبير وفعال ومهم. شوفي هذه احكي لك صراحه، الولد لتنتين ونص ابن الاول يروح من، شوفوا هاي فجوه، انا بحكي لكم هاي فجوه. كل مدارسنا بدون بكل مدارس الدنيا هون بمنطقتنا بتعاني من هذه الفجوه الموجود ما بين رياض الاطفال والاول. هلا وين ذكاء وشطاره المعلمه؟ هلا انا بحترم الدكتور ميشيل لما قال انا ما بدي اشتغل على رياض الاطفال، انا بدي اشتغل على اول وثاني وثالث وسادس. تعرفوا وين ما كان ما تقولوا لي في فجوه، لما الطفل لل 12 ونص ودلال وعز واحترام وتركيز ودير بال عليه، بيطلع على صف الاول كرسي طاولة لوح، معلمة داخلة معلمة طالعة. هذا حديثنا كان مبارح. طيب انتو يا معلمات رياض الأطفال، نحنا إلنا صرخة في وجه كل الظلم اللي بتعرضوا له أولاد أول وتاني، لأنهم لسه عاتهم. هلأ المعلمة الأول يا حرام شو بتعرف؟ أول شيء معلمة الأول لا تلام، أول إشي هي محصورة بعدد كبير، محصورة بمنهاج التربية والتعليم، ورايح مشرف وجاي مشرف، رايح ما لا تلام. ولكن هاي الثورة رح تكون للتربية والتعليم إنه يحاولوا، هلأ بلشوا إنه يدخلوا أنشطة، بلشوا يدخلوا التعلم إنه ما فيش دراسة بالبيت، ها بلشت. بس هاي الثورة من زمان عمالنا نسعى إلها، وحتى أنا بالجامعة وحتى بالتربية دائما كل ما بحكي لهم أنا بدي تساعدوني نخلص طلابنا اللي بيطلعوا من عنا من عالم لعالم، عن جد عالم مختلف كليا. جد نحن بمدرستنا يعني عمالنا بنحاول، يعني كتير المدير واعي لهاي الشغلة، بحاول يعطي يشبه رياض الأطفال ومع الأول. دائما بنلتقي مع معلمات الأول، بنعمل تواصل معاهم، نتشارك بالأنشطة اللي بنسويها في كتير من المرات. عشان هيك انتو كمعلمات دافعوا عن أولادكم، عن أطفالكم، عن هذا بمدارسكم، اطلعوا احكوا للمدير انه شوفي انا بدي احكي لك اشي. انت كمعلمة اول وثاني
ممكن انت كمعلمه هلا كمان مس غدير رح تعرض لكم اشياء رح تكونوا كثير تاخذوا فكره. هلا انت كمعلمه اول عندك منهاج اوكي، ولكن المنهاج مش بالضروره يكون طاوله وكرسي، وهذا انت بامكانك كمعلمه بالصف تسوي المجموعات، تدخل القصه للدراما. ما تفكري الكتاب والمنهج هو بيعلم الولد، الدراما المسرح القصص السرد، يعني افكار كثيره ممكن انت تعمليها تنقذي هذا الطفل. إذا أنت عندك طاولة، الطاولة بتتحرك، الكرسي بتتحرك. اليوم عندنا فكرة مجموعات، اليوم عندنا فكرة ننزيح شوية طاولات، نقعد دائرة على الأرض. عندنا أنت كمعلمة بتقدري تبدعي، مش بالضرورة هم قالوا لك موجود بالصف طاولة، اطلعي على الساحة برا، اطلعي على هذا. يا الله هذا الإشي بس تقدر تسوي لما أنت تكوني محصورة بمنهاج، تقدر تدخلي منهاجك من خلال القصة. رح تشوفوا هذا الإشي. نحن حبينا نحط لكم خبرة اللغات في المحاضرة البعيدة. دوام المعلمات، معلمة مفروض معلمة رياض الأطفال، نحن بمدرستنا منداوم 7:15، بيجوا المعلمات 7:15، بنلتقي مع بعض عندي في مكتبي، بنصبح على بعض. اكيد برضه المعلمه جايب مزاج، مش اكيد كل مره مزاج حلو، بنحاول ننكش بعضنا، نضحك، نسوي، بنصلي مع بعضنا، بنحط النهار بين ايدين ربنا، وبنحط كمان مشاكل اذا في اي صعوبه اي شغله بنحطها مع بعضنا وبنتشارك مع بعضنا. 7:30 بنكون كل معلمه جاهزه بباب صفها، وفي معلمات للمراقبه الخارجيه بيطلعوا عندنا برنامج، كل واحدة بتعرفوا المكانة، حتى هاي مكانة عند هون، هاي هون، هاي هون، بتكون كل معلمة زي جندي تستقبل الولد من جميع الجهات. أوكي، هذا هو. هلا دوامنا لما بنتي 12:30، المعلمات بضلوا للـ1:30، عندنا الساعة تحضير. نحن المعلمات ولا مرة معلمة بتشتغل لحالها، فيش عندنا شغل لحاله. أحكي لكم تبادل الخبرات بساعدكم، أحكي لكم لما نفرض معلمات الروضة 4 معلمات مع معلمة الإنجليزي والفرنسي 6 معلمات بلتقوا يومياً، ها؟ بيخططوا تاني يوم مع بعض، منيح؟ صدقيني، شوفوا كم عين، كم مخ، كم طم، كم دان، كم إيش، كم رأي، بيطلع النشاط بجنن. أما إذا أنت لحالك صراحة ما عندك هالتمكن وهالقوة. بعدين اسمعوا، الأهل لما يكون عندكم 4 شعاب أو 3 شعاب، الأهل بصير يقولوا ليه هذا الصف عمل هيك، لا هذا الصف لا. لما مع 4 معلمات بفتح الباب على هاي المعلمة بتعمل هيك وهاي بتعمل هيك، نفس الشغل، نفس الأوراق العمل، نفس كله أيوة ونفس المستوى. هذا توحيد الإشي أنا بتمناه منكم. إذا هلأ أنا سمعت نفذ معلمات من نفس المدرسة تمهيدي، اقعدوا مع بعض، تبادلوا خبرات مع بعض. تعرفوا أنا معلماتي لما بفضوا، نفرض دخلت عليهم معلمة الإنجليزي، بروحوا على معلمة تانية، بيجوا بيسألوا المعلمة هاي مس هذا، وخاصة لما تيجي لنا معلمة جديدة. نحن معلماتنا الجدد ما طوالي منحطهم مع الأولاد، منعطيها سنة زي التدريب بصفوف، بتلف على كل المعلمات بستان روضة تمهيدي، تشوف الأولاد كيف وكيف المعلمات بيعلموا، بتاخد أساليب، بتاخد طرق. بنعطيها طبعا يعني معاش منيح، مش بطال، نص معاش. فهي شو بتعمل؟ بتاخد هاي الخبرة. بعدين السنة اللي بعدها بدخلها على الأولاد، بس ما بتنترك ولا يوم، لأنه بترافقها المعلمة. نفرض إذا دخلت على تمهيدي، معلمات التمهيدي بيرافقوها، دخلت عندهم حصة إنجليزي بينزلوا عندها، دخلت عندهم حصة فرنسي بينزلوا عندها، بيساعدوها بيساندوها تتشد حيلة وتوقف عجريها. أنت تذكري حالك كيف علمتي أول سنة وكيف هلأ أنت؟ فإذا الإشي بيجي بالخبرة، الإشي بيجي بالأيوة. وأنا بنصحكم اوعك تعتبري نفسك أنا معلمة وبعرف وبديش. لما بتكتفي من ذاتك هون المشكلة، لأنه الواحد زي ما بقولها بموت وهو يتعلم، صح؟ والواحد صدقوني أيوة، الخبرات اللي بتاخدوها بحياتكم من بعضكم، وخاصة هلا في النت محلها معلماتي بقعدوا اسمع أنا شفت هدول عملوا هيك، أنا هدول اسمعوا هات الفوت على النت نشوف شو بيعملوا. يعني أي إشي مع بعض بتبادلوا الخبرة. في عندي معلمات مبدعات بالكمبيوتر، عندي معلمات بسيطات بالكمبيوتر، في عندي معلمات بيعرفوش. معلش كلنا بنكمل بعضنا، بنعلم بعضنا وبنصير نعرف. اوعك تفكري إنه اوعك تحكي انا بعرفش، لا 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 لا، تعرفي بس حاولي، بدها مجهود منك، بدها اراده منك، حاولي وما تكتفيش ايديك عنها. هلا 1:30 بنتي دوام المعلمات بيروحوا،
على بيوتهم. بس طبعا اذا بدهم يعجنوا ملتينه بيعجنوها، او اذا بدهم يعملوا نشاط. هلا في نشاطات رح يحكوا لكم عنها نفت بالنسبه للملتينه كيف نتصرف معها، او كيف مرات بنكون نحن مجهزينها. دائما بنحاول الملتينه تكون شغل ايدينا، طبيخنا نحن بنطبخها مع الاطفال او بنطبخها لحالنا. فكبدايه سنه نحن بنسويها بين ما يسلكوا الاولاد بالروضه، بنحضر ملفات الاولاد، بنفيل لهم، بنبري لهم الاقلام، المحيات، بنحضر كل شيء لتاني يوم. دائما على الطاولات جاهز نشاط الاولاد لما الاولاد بتوزعوا على المجموعات، مش المعلم استنى مستبري لك القلم تضيعي بعرفش قديش تتبري له القلم، ولا استنى بعرفش وين المحايل. لا، تروح المعلمة طاولتها جاهزة، إقلام التلوين، إقلام الرصاص، المحيات، البريات، كل شيء موجود وجاهز على الطاولات، حتى التواريخ مكتوبين على الكتب الأولاد، كل شيء جاهز. لما يجي الولد أنت مش ملك البراية والمحاية والهذا، أنت ملك الطفل، أنت إله. فتخيلي لما يا الله الأولاد شو بنرفزوا، لما المعلمة ماس بدي قلم فيش قلم، استنى حبيبي أدور لك علم، لا ممنوع، جاهز كل شيء. فعشان هيك هذا كله بيكون قبل بيوم. اوكي، الصبح لما بتيجي انت بتكوني ملك الاطفال. لا، هلا بالنسبه للحافلات البساط الموجود، التربيه بتطلب منا انه اذا كان في حافلات، انا بدي احكي لكم عن هاي الشغله، التربيه بتطلب انه يكون في حافلات للمدرسه، مش غلط، او للروضه، بس هاي الحافله بدها تكون من مسؤولية مين؟ من مسؤولية مديرة الروضة. كيف؟ حتى لو أنها حافلة خارجية أو الأهل جابوا، نفرض نحن عندنا في أهل من بيت صفافة بيجيب، أنا بروح بسأل الشوفير أعطيني رخصتك، هويتك، شغلاتك بحتفظ فيها عندي، أعطيني كمان الأرقام كلهم، بطلب منه كمان من هذا حسن سلوك. هذا إذا الباص خاص بالمدرسة لازم يكون بملف المديرة ويبعث منه جزء للتربية، هيك التربية بتطلب. حتى الباص يمنع منعا باتا صباحا وبعد الظهر، لازم تكون مرافقة، المرافقة كمان حتى إلها حسن سلوك، كل التعليمات تبعاتها لازم تكون في مكتب المديرة. وإذا الباص أو الحافلة بتخص المدرسة لازم يرتفع للتربية، إذا لا بيكون عندك. يعني لا سمح الله صار الشغل صار هذا، مش جي بعرفش وينه، بعرفش مين هو الشوفير، لا، أنا بحط بداية السنة بوزع للأهل كيف سيغادر طفلكم الروضة، بحط مين مع مين ومين الاسم وأرقامه وتليفوناتهم وهوياتهم، كلهم موجودين بيكونوا عندي. أي طفل لا سمح الله صار إشي، أهل اتصلوا وين ابني مش مروح، شغل لازم يكون هذا الموجود عندك بملفك. كمان إشي تاني، مشرفة الحافلات ضروري تكون مربية، اللي تعرف تهدي الأولاد، تغني معاهم بالباص، ولد نام غفي كيف تريح له رقبته، تنتبه عليه، لأنه أو إنه الأولاد يكونوا قاعدين آمنين يتحركوش، مرة ولد استفرغ في الباص شغلة عملة تكون هذا. إذا ما كانتش معلمة من الروضة يفضل إنه تكون واحدة من الأميات، في أميات بحبوا يشتغلوا بحبوا هذا، ممكن تكون أم من الأميات. وكمان ما تنسوش وزارة التربية والتعليم تطلب لرياض الأطفال مجلس أمهات، عندكم مجلس أمهات، أنا تعرفوا مجلس الأمهات بروضة الفرير كل إشي معي، بيساعدونا في كل إشي، أنشطتنا، أشغالنا، بدنا نعمل مأكولات للأولاد، بدنا نعمل شغلة، المعلمة، كل جندي وحوالين الأولاد، والأم اللي هي بتساعد وبتشقح وبتسوي وبتطعمي وبتوقف. وقديش الشعور الحلو إنه الأولاد يشوفوا أميات وأمياتهم موجودين بالمدرسة، يا بي هذه الماما بدها تيجي على المدرسة من الصبح، الماما اليوم بدها تيجي، يعني هاي فرحة بالنسبة لهم كبيرة. عشان هيك مجلس أولياء الأمور أو مجلس الأمهات يتكون من 10، لازم يكون موجود 10 أمهات بتبعتوا. شوفوا بدي أحكي لكم صراحة، أمياتنا بيشتغلوا كلهم، فأنتوا بتبعتوا دعوة لكل الأميات إنه في عندنا مجلس أولياء أمور. وصدقوني ولا مرة، أنا فد هالسنة عندي كان 7، السنة الماضية 10، لأنه طلعوا أولاد على الأول، فعندي 7 كان، وكنا نشتغل معهم شغل بلاوي كثير، نشغلهم في كل شيء، وحرام يجوا عندهم استعداد كامل. استغلوا مجلس الأمهات كثير مهم، بيساعدكم. كمان شيء ثاني بالنسبة للقبول والتسجيل للروضة، بتطلب التربية إنه يكون
بستان وتمهيدي من 3 سنين للأربعة ونص، من 4.5 للخمسة ونص. بدي أحكي لكم شغلة، نحن مدرسة الفرير، رح تحكي لكم مس هيفا عن خبرة 3 سنين، وأنا انبسطت سمعت إنه في روضات فيها 3 سنين، أنا كنت أعرف بس القدس إنه بس تمهيدي. بس اللي عندهم تمهيدي اليوم بدنا نحكي لكم عن خبرة 3 سنين 4 سنين، شجعكم تفتحوا هدول الصفوف، قديش مهمات، قديش حلوات، قديش عن جد أنت الولد التمهيدي بس يدخل عندك بيكون جاهز من جميع، بيكون اسمه مظبوط تمهيدي، تمهيدي للأول، تمهيد لمرحلة المدرسة. بس وقتيش الشغل الصح من عمر 3-4 سنوات، هذا أحلى عمر، أحلى إشي تشتغلوا فيه معاهم. يعني من خبرة قبل التمهيدي بيجيك الولد لسه تات هيئيت أعمل، لا لما عملية البناء من بستان روضة تمهيدي بتخل لك التمهيدي الولد استعداد كامل، كتابة قراءة تعليم، بيخلصوا التمهيدي عنا قراءة كتابة عربي إنجليزي فرنسي حديث وقراءة. منعرضهمش كتير للكتابة بالفرنسي لأنه بتعرفوا بصير عندهم خلط بين الإنجليزي والهذا بالكتابة، فما منعرضهم، بس الفرنسي بطاقات وكلمات ومحادثات وأغاني. بس أنا بحكي لكم خذوا خبرة اللي ما عندهم، عندهم بس 5، خذوا هاي الخبرة ورح تشوفوا، رح تحكي لكم يحكوا عنها فيما بعد المعلمات. كيف بنطلب من الولد شهادة ميلاده، شهادة خلوه من الأمراض لما نسجله، بنعمل له مقابلة، المقابلة تبعت الطفل على الروضة مش مقابلة معرفية، يعني شو بيعرف الطفل، بنركز أول إشي أهم إشي يجي الطفل يعرف هاي روضته، هاي مستو، هاي صفه، بنعرفه وبنقول له هذا مدرستك. هلا الولد بيضل كل الوقت في البيت، لما يجي نحن يعني بنبلش تسجيلنا شهر 1 شهر 2، فكل هاي الفترة عبين ما يجي عمتها خلاص عارف وين مدرسته، بصير كل ما يمرق أنا بدي أجي على هاي المدرسة، بدي أجي، فبضل في مخيلته مدرسته ومعلمته، بخفف عنه. إشي تاني امتحان القبول، نحن في مدارس بيقولوا امتحان قبول، لا نحن بنقول له مقابلة، بتقابل مع معلمته، منشوف اتصاله، منشوف بنسأله أحراجي، منطلب منه مرات يغني، نطلب منه يحكي أشياء. ليش؟ الهدف نشوف إنه الولد قديش بتجاوب مع المعلمة، قديش عنده اتصال بالعين مع المعلمة، قديش بفهم الإشي اللي بتحكي له يا المعلمة. في ولد نفر تحكي له شو اسم البابا بابا، شو اسم الماما ماما. طيب يعني فهمتي، في ولاد ما عندهم هذا الإشي بدك تكتشفيه وقت المقابلة. في مرات كتير مدارس نفرض منركز إنه شو هذا لونه، شو هذا الرقم، طب ما هو جاي يتعلم، جاي أنت بدك تعلمي هاي الأشياء، ما تركزي عليها على الأمور المعرفية، ركزي على شخصيته، حضوره، تعبيره عن ذاته، بهمنا يعبر. خاصة 3 سنين أول ما بسأل الأهل أنا بقول لهم بيقدر يعبر عن احتياجه، يعني بيقدر يقول أنا عطشان، بيقدر يقول أنا بدي أروح على الحمام. أهم إشي بالنسبة إلي هاي الشغلة. ليش؟ إذا الولد هذا أهم حاجتين إله برياض الأطفال، الثلاث سنين الماي والحمام. هلا هو بيقدر يجي يقول أنا بقدر أروح على الحمام، عنده إحساس بهذا، هذه الشغلة. إذا قال لك لا بقدرش، لا صعب. مرات بيجيكوا اهل بيقول لك لسه ابني بالبامبرز بيتعلم بالمدرسه، اوعكم تقبلوه، لانه ليش؟ مش لانه مش لازم نقبله، لا عشان الطفل مش لازم تقبله. تعرفوا ليش؟ لانه ولد من الاولاد لمح انه بحط بامبرز، هون المشكله، مشكله على الطفل. والاولاد عينيهم انتم بتعرفوا كيف يم لقط انه هذا الولد، او اذا ولد نفرد بيسيطرش على حاله ببول تحته. تعرفوا نحن شو لما ولد لا شعوريا بيجي مبول، المعلمه بتقول له ليش كبيت المي على حالك يا حبيبي، كان قلت لي، ولا مره تنبهوا للولد انه هو عامل تحته، هذا بتحطمه نفسيا. فانتبهوا على هاي الشغله، كثير مهمه للاولاد. هلا نحكي على كيف. طيب بس نحكي كمان هلا بالنسبه للتربيه، بتطلب الجوده في التعليم، توفير البيئه التي تعزز الابداع الذهني والتحفيز والبحث العلمي. وطبعا رح نحكي لكم كيف بنعمل مشاريع، رح تساعدكم كثير هاي المشاريع اللي بنسويها، رح تحبوها ورح تشوفوا قديش عملت فرق. وبتقولي شو مشاريع تربويه بين روضه بستان تمهيدي، شو مشاريع تربويه، شو مشروع تخرج، يعني غريبة ما، بس نحن بنعمل مشاريع تربوية رح نحكي لكم عنها فيما بعد. بعدين تحفيز التعلم وتوسيع نفرد آفاق الطفل. بعدين نعمل للأولاد أشياء اللي
احكي لكم شغله، معلش انا خلص تقريبا خلصت، بس تحكي لكم شغله. في عندنا معلمه كانت تقول لي بس مارلين المفروض هذا الولد يعرف هذا الاشي. قلت لها مين قال لك مفروض؟ انت عارفه شو بيئته هذا الطفل؟ هذا الطفل انت متوقعه انه امه قعدت معاه خمس دقائق اليوم؟ تعرفوا امياتنا شو بيفكروا؟ انه اذا هي بتطبخ وبتقش وبتمسح وبتكوي وبتغسل ودنيا وبتاخذه شمه هوا مشوار هيك صغير، ادت لابنها كل احتياجه. احكي لكم الطفل بدوش كل هذا. تعرف الطفل بده امه يسلم طمك تقعد مع. اقول لك قديش الام اللي بتشتغل حسب التربية، القوانين التربية العالمية بقول لك الام اللي بتشتغل خمس دقائق، خمسة، شايفين شو خمس دقائق؟ تقعد مع ابنه، مع ابنها، تحكي معاه، تعبطه، تسمع له بس خمس دقائق بكفي، بتسدد احتياجه لكل النهار. فهذه الخمس دقائق وينها للام؟ وينها؟ انت كل اشي، انت حياته، عشان هيك بحبك، لانك بتقعدي معاه تسمعي له حديث صباحي نهايه الدوام بتعبطيه. انت اغلى من امه اللي بتطبخ، مع انه امه حرام مش معصرات الاميات، بس انه انت اهم من امه في حياته. شوفوا قديش ربنا لما قال اختار معلمات، انتوا اختيار رباني. عشان هيك كمان لازم يكون في مساواة بين الجميع، مراعاة الفروق الفردية، وكمان استخدام تقنيات مختلفة بالتعليم، وهذا الاشي رح نحكي عليه فيما بعد، واستخدام مختلف الأنشطة، وهي كمان رح تيجي فيما بعد، توفير بيئة مشجعة وداعمة، وخاصة التربية دائما تبعت لكم، بعرفش إذا بوصلكم، إذا في عنا احتياجات خاصة، يعني أطفال بسمعوش، أطفال بشوفوش، أطفال بمشوش منيح، هذا الطفل بنقبله بالكلام هذا، هلا بدي احكي عنه، الطفل هذا بنقبله بالروضه، بس طبعا مش اعاقه خطره على الولد اللي يعني صعب انه في مراكز لهم، بس انه اذا اعاقه بسيطه شوي اجره بعرج منها، عندهم مشاكل شوي بالنظر بنقدر نستعمل نظاره، مشكله بسيطه في السمع عنده سماعه ممكن يمشي بالهذا، بس انا بحكي لكم دور الروضه كمان، الدور الصحي رح نحكي عنه كمان، شو دورنا بالناحية الصحية للأطفال. وكمان في عنا طب إذا أنتم بتعرفوا قانون التربية ممنوع تكليف واجبات بيتية، وكمان المتابعة الدقيقة للأطفال، حكينا عن أدوات الحماية اللي هي الأبريز، أهم إشي ممنوع ولا إبريز يكون مكشوف للروضة، ولا إبريز الروضة، ولا واحد يكون هذا دربزين زي ما حكينا للدرج، وضرورة وجود أكثر من مدخل للروضة، وتوفير استوانات إطفاء حريق وصندوق، وهلأ صاروا عادة كل المباني بحطوا للحريق، بس برضو لازم يكون في استوانات للعادة. بعدين هلأ بالنسبة لتوظيف مديرة الروضة، طبعا مش أي وحدة بيختاروها بحطوها مديرة، بالنسبة للتربية والتعليم لازم مديرة الروضة عندها شهادتها، بطلبوا منها حسن سلوك، بطلبوا منها كتير أشياء تمنوا يخدوها، وهذا الإشي بتجدد كل خمس سنوات. يعني لما رخصت أنا السنة الماضية رحت عملت حسن سلوك، رحت على عملت إجراءات كتيرة، وكمان لما تطلبات الترخيص إجراءات كتير طويلة، هم بيكونوا بعتين لك 1 2 3 4 إيش الأشياء اللي تعمليها. وتوظيف المعلمات أهم إشي، المعلمة كانوا أول يقبلوا توجيهي، بس هالسنة بحديثي مع مشرفة رياض الأطفال الأخت عطاف حكت لي هلا لا نقبل بأقل من دبلوم لمعلمة، وبعدين هلا بقول لك بفضلوا البكالوريوس برياض الأطفال لازم يكون تخصص رياض الأطفال، بس عشان جامعة بيت لحم هالأيام هذا التخصص سكروه كم سنة، هلا بيقبلوا بالتربية، أوكي؟ تربية ابتدائية أو تربية هذا لا رياض الأطفال، أوكي؟ هاي الشهادة كتير مهمة، وكمان إشي في متطلبات من المعلمة، لما شهادتها مصدقة من التعليم العالي، بتعرفوا هذا الإشي، إجراءات بتطلبها التربية كلها، وكمان آخر إشي ملف المديرة، شو الأشياء القانونية، بدي أحكي لكم أنا عن اللغة الإنجليزية. هلا التربية كانت معارضة لوجود اللغة الإنجليزية برياض الأطفال. أنا صارعت بهذا الموضوع، أجاني إذا بدي أفرجيكم كتابين ثلاث من الوزارة، إنه شو إنجليزي ممنوع إلا لغة عربي. أنا ضليتني بإصرار
لأني أنا ما بعلم الإنجليزي طلقين، وهي لغة مهمة، والأطفال من 0 لـ5 سنوات عندهم قدرة على تعلم اللغات مش بعد 6 سنوات بهاي العمر. بحبوا إسلام طمك، الإنجليزي بحبوا كتير، لغة مش لغتهم يعني بيستمتعوا فيه، ورح أحكي رح تشوفوا هلأ. بس أحكي لكم شغلة، فضليتني بصراع مع التربية. أجوني أول مرة كبسوا علي إنه ليش بتعلم إنجليزي، بقول لهم أنا بعلم إنجليزي، بعلم، تفضلوا احضروا حصص عندي. أجوا حضروا حصص استمتعوا كتير. بتصدقوا هلا التربية نزلت في هذا تعليم اللغة الإنجليزية برياض الأطفال، هلا صار مطلب لرياض الأطفال تعليم اللغة الإنجليزية. عن جد ما أنا بنصحكم، هلا صراعي معاهم على الفرنسي جديد، دخلوا هالسنة في التربية والتعليم رضاتهم دخلوا اللغة الفرنسي. خدنا تجارب، صدقوني لازم الإنسان يبادر. هلأ التربية قالت لك لا إنجليزي، ترفع إيديك لا، ليش؟ الإنجليزي مهم، اللغات مهمة، حلو الولد يتعلم. كل ما تلاقوا إشي جديد بتحسوه مفيد للطفل دخلوه، ما تخافوا، لأنه الطفل أنت المادة، أنت المنهاج، حركاتك، عملك، ألعابك، الأشياء اللي بتسويها أنت المنهاج، أنت اللي بتحبب الولد باللغة بتحببي بالمنهاج. هلأ أنا بالنسبة لرياض الأطفال بدي أحكي لكم، أفرجيكم إشي، معلش تعلم صغير سريتا. التربية والتعليم طلبت الكتاب المسموح فيه إنه نعلمه أو نستخدمه برياض الأطفال هو كتاب صديقي مرح من مصادر الطفولة إذا بتعرفوا، في منه رقم 1 ورقم 2. هذا الكتاب بس اللي بتعترف فيه التربية والتعليم، أوكي؟ هلأ أنا ومعلماتي اشتغلنا على موضوع ممنوع كتب بالروضة، هاي بقولكم من هلأ ممنوع كتب بالروضة، بس دحكي لكم شو عملنا نحنا. نحن عشان بنعلم التعلم من خلال اللعب، وبنعطي البطاقات العمياء إن كان بالرياضيات إن كان بالعربي إن كان بالإنجليزي إن كان بالفرنسي، فحاولنا نحن كمعلمات نسوي منهاج إلنا. أول إشي تحكي لكم، ولد بنبسة يكون عنده دوسية كتاب إله خاص فيه، وبدل ما تضلكم يا معلمات رايحين جايين على التصوير صوري هالورق، اليوم الماكينة معطلة، اليوم الماكينة خربانة، لا، نحن جمعنا أوراق عمل. أنا رتبتهم بستان، لا لا مسليتا هون حبيبتي، هيا ورا بعض، أوكي جمعت. نفرض صف البستان عملنا له دوسية، فصل أول فصل ثاني، شو فيها الدوسية؟ أوراق عمل، أوكي أوراق عمل مبنية، لا هذه فصل أول مبنية على الإشي اللي بنعمله داخل مع الولد داخل الصف. فورقة تقييمية للولد، وتخيلوا نحن في عنا هذه كرياتيف آد بيساعدونا المزبوط كتير، فهم بيعملونا إياها بهذا النظام، إنه أول إشي النايلون وأمين، والسبايلر هذا بيفتح على الآخر بيساعد الطفل إنه يلون ويشتغل بكل حرية، أوكي؟ فهذا العمر 3 سنوات، وعملنا لهم كمان دوسية بالإنجليزي، شو بتتضمن؟ أشكال، ألوان، أشياء بحبها، هذا التربية جدا موافقة عليه، وطلبتوا مني عدة مرات لهذا 3 سنين، طلبتوا مني التربية عدة مرات، ما عنديش مشكلة إنه أنا أعطيه وأفيد غيري. وهذا للفصل الثاني، بحب إنه خلال هذا تطلعوا عليه، ما عندنا مشكلة، جبنا لكم كل اللي بعده. هذا للبستان، هلا للروضة نفس الشيء، عندنا ألعب وأتعلم، عندنا للفونكس، النمبرز، الألفابيت، وفي عندنا في كمان جزء، الجزء الثاني، فبرضه نفس الشيء للروضة عنا هذا. وبعدين أحكي لكم المعلمات لما بقعدوا مع بعض بخططوا، بيمسكوا هالدوسيات بيشتغلوا، بيكون العمل منظم. هذا مش كتاب دراسي، هذه مجموعة أوراق عمل مجمعة، كل ورقة في لهم أهدافهم وفي لهم شغلهم. حتى المعلمات لما بقعدوا مع بعض بخططوا بيمسكوا هالدوسية بيشتغلوا، ومحلى الولد لما نهاية هذا بروح حامل هاي الدوسية، شغله تعبه فرحته يفرجي أهله. هدول الكتب الدوسيات بتموا بالمدرسة، ممنوع يروحوا مع الطفل، لانه اسمعوا الام شو بتسوي، الام بهذا. هلا شو بنعمل؟ ليش نحن عاملين له سبايلر؟ في بعض الاوراق رح تشوفوها جوا، هاي المعلمه بتمزحها وبتحط للولد في فايل بروح بيننا وبين الطفل، انه بتحطها للطفل بالهذا، بروح باخذ فايله بحط، بتحط له الورقه، بتحط التعليمات فيها بشنطته، ترجع ثاني يوم الورقه بتنحط بملفه وفايله. ونفس الشيء للتمهيدي، عندنا المنهاج كتب للتمهيدي،
هدول المنهاج نحن صممنا، نحن اشتغلنا، بتركه بين ايديكم في حال انكم حابين تستطلعوا عليه وتشوفوا. كمان اشي تاني بحب افرجيكم، انه نحن بنعتمد كل اشي جديد بنزل بالتربية بروح اركض اجيبه، لانه دائما عندهم مستجدات. انتم بتفكروا انه التربية مرات نقول نحن بنسوي احسن او نحن بنعمل احسن، شو هم بدهم يعلمونا شغلات؟ لا لا لا، ما بدهم يعلمونا شغلات، بس بنزلوا شغلات كثير حلوه كثير مفيده إلنا. يعني نحن هذه مرجعيتنا، مثليت استعرضيهم. عندنا وثيقه الاطار العام الوطني لمرحله رياض الاطفال، الاستراحه النشيطه لما الاولاد بيطلعوا برا، محلى في العاب مع اهداف، كيف المعلم تفعل الاولاد بالاستراحه. دليل هذا الدليل عملوه السنه الماضيه، اشتغلنا عليه، راح تشوفوا شو بجنن. اسمعوا، في معلمات لما استلموا هذا الدليل شو هذا الدليل؟ أنا مش فاهم منه ولا إشي، شو كله كلام هيك، ومش فاهم راسه ومن ساسه. بس تعرفوا اليوم مسريتا رح تخلي لكم تفرجيكم هذا الكتاب متعة. أجت الوزارة بتقول كيف وزارة التعليم العالي من هذا، قالوا نحن سمعنا مدرسة الفرير بيت لحم هي الوحيدة اللي بتطبق هذا النظام بحدافيره. نحن زورنا مدارس كتيرة بتذمروا منه ومش عاجبيهم وشو هذا وكيف بدي أعلم فيه. صدقوني هذا اللي بيحكوا عنه شو هذا، هذا إشي إذا أنت اشتغلتي فيه صح وخططتي صح تغني حياتك وروضتك وتعليمك، حتى أهدافه واضحة، مخرجاته، كل إشي موجود فيه. هذا بكرة رح يكون هذا. في عنا معايير الروضة النموذجية، في عنا الدليل الصحي لرياض الأطفال، وفي عنا كمان الدليل الإرشادي الصحي لمربيات رياض الأطفال. أوكي، هدول دائما بينزلوا كتيبات، ما ترموهم على الرف او ما تجيبيهم من هذا، دائما تابعيهم، صدقوني بيكون اشياء كثير مفيده بتشتغلي فيهم. هذا بالنسبه للمنهاج. وبعدين نحكي هذا لمنح الرخصه، اكيد الوزاره بتكون بعت لكم كم هائل من التعليمات للترخيص بتعملوها، والتعاقد مع طبيب. المفروض الروضه يكون في لها طبيب يمر على الاولاد مرتين بالسنه، اوكي، الفصل الاول الفصل الثاني. بعدين بحكي لكم عن الملفات الصحيه، بفرجيكم اياها كيف نحن بنتعامل بالملفات الصحيه. وانا من كل قلبي بشكركم لاستماعكم لي، طولت عليكم بس شكرا لحضوركم. المضبوط، هاي المحاضره كان مفروض تيجي الاخت عطاف العزه من وزاره التربيه والتعليم الفلسطينيه، ولكن ما طلع لهاش تصريح. ولكن يوم الخميس الساعة 9 صباحا راح تيجي مفتشة رياض الأطفال بشرقي القدس. يعني المدراء ضروري يحضروها. ليش؟ عشان راح تحكي عن مصادر التموين، لأنه عنا إحنا بشرقي القدس في ميزانيات، فرياض الأطفال تحتاج لميزانيات ممكن انه تعرض عليكم طرق كيف انه تحصلوا على هيك ميزانيات. فيوم الخميس راح تكون برضو من شرقي القدس، يعني هي مفتشة امل درويش. بس انا حابب احكي لكم في نماذج، اذا انا جبتها اذا بتحبوا تصوروها، كيف انا كمديره روضه بقيم معلمات الروضه. هلا في عندنا تقييم فعاليه، بدخل بحضر لهم فعاليات او بتقييم شهري وتقييم سنوي، وكمان في عندي تقييم كيف افهم نفسي في وظيفتي. اوكي، شو بنعمل كيف افهم نفسي؟ كل معلمه هو بجوز تستغربوا بس نحن بنسوي بكثير ساعدنا، انه كل معلمه بتكتب كيف هي بتشوف حالها كمعلمة بهالروضة، شو هي، ايش انت كيف تفهمي حالك بهاي الروضة. وفيها نقاط، هلا بس المعلمة تكتب النقاط هاي بنقعد نحن مع بعض، بنجمع حالنا وبنقعد مع بعض منيح، وبتصير المعلمة تحكي. وبعدين هي بتكون نفرض شايفة حالها بوظيفتها انه هي بدها هيك او هيك او هيك، لا بالمعلمات ببلشوا يحكوا لها انت نحن بنشوفك هيك، انت عندك هاي ميزه، عندك هاي شغله، عندك. بنمدح بعضنا وبنحكي نقاط الضعف لبعضنا. ليش؟ لانه اذا نحن ما انتقدنا بعضنا ما بنكبر وما بنبني بعضنا، لانه اذا نحن بنحب بعض بيحكي الكتاب المقدس المحبه
تبني. لازم نبني بعضنا ونشجع بعضنا وندعم بعضنا، لأنه إذا أنا ما لمعلمي قدامي قالت لي إيش نقطة ضعفي، عيب تيجي الأم من برا تحكي لي شو نقطة ضعفي، بقبلها من معلمتي. بس مرات عنا لا، هي شو هي أحسن مني، بتعلم أحسن مني. يا ريت يا ريت يا ريت برياض الأطفال هالنبرة هاد وهذا الصوت ما يكونش، لأنه أحكي لكم مين فينا كامل، مين فينا فل. الله بوصينا كونوا كاملين، لا كونوا كاملين، نحن مش كاملين غير ربنا وحده، فنحن مش كاملين، نحن بحاجة لكل يوم نتعلم ونساعد بعضنا. اسمعوا ده أحكي لكم، إذا بتتطلعوا آخر إشي بدأ أخت أنا ختمت وزقفتوا لي، بس إشي حبيت أحكي لكم إياه. الله الله سبحانه وتعالى، بغض النظر مين نحن، مسلم مسيحي أي، أنتي الله حط فيكي إشي مميز منيح، والإشي المميز ممكن أنتي من كتر ضغط حياتك مش عارفة شو الموجود فيكي. صدقوني كل واحدة فيها نقطة ضوء، فيكي نقطة قوة، فيكي وزنة الله أعطاك إياها. بس هاي الوزنة، في قصة بالكتاب المقدس بتقول إنه الله واحد وزع وزنات، أعطى لواحد خمس وزنات ولواحد ثلاث وزنات ولواحد وزنة. الخمس وزنات اشتغل 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 وسواهم عشرة، واللي أعطاه ثلاث سواهم ستة، واللي أعطاه واحدة شو عمل فيها؟ راح مسكها ودفنها بالأرض. هلا لما دفنها بالأرض رجع السيد يحاسب العبيد. اللي عمل أخذ الوزن هاي الخمسة وجاب خمسة أحكى له نعما أيها العبد الصالح، وللتاني اشتغلت كتير وتعبت كتير وكنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. للي ثلاث نحكى له نفس الشيء، الثلاث صاروا ستة نعما أيها العبد الصالح، أنت كن أمينا في القليل أقيمك على الكثير. وأنت هذا قال لي أخذ الوزنة، قال له وينها؟ قال له أنا خفت منك لأنك أنت قاسي ولأنك أنت هيك فخبيتها. حكى له أيها العبد الشرير لا تصلح منيح. فإيش عمل؟ حكم على مسؤوله، انت ممكن هيك انت ممكن هيك ممكن. ومرات نحن هيك بصير فينا كبشر، بنصدر احكام عن الناس انه وانا لمين اشتغل؟ انا اشتغل للمدير ولا اشتغل للمديره ولا اشتغل لهذا؟ لا 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 لا، اوعك 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 تشتغلي لمدير، لا 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 لا، ولا تشتغلي لمسؤول ولا لمديرتك، اشتغلي لربنا. تعرف جد احكي لكم شعارنا بالروضه نحن، وبتمنى يكون هذا شعارك، كل ما عملتم فاعملوا من القلب كما للرب لانكم تاخذون جزاء الميراث. اعملي من قلبك لربنا كل إشي بدك تسويه. اوعك تتذكري مديرتك ولا مديرك، المدير والهذا على راسنا وعيننا، بس اعملي لربنا. شوفي ربنا رح يبارك حياتك، يبارك اولادك، يبارك عملك، يبارك في صحتك. صدقوني الله بعطيكم وبفيض عليكم كل النعم اللي انتم بتحتاجوها. اذا انت اسمعوا بدي احكي لكم شيء، ايه بتقول كل ما يزرع الانسان اياه يحصد. شوفي حبي ولد الله ببعث ناس يحبوا اولادك، ساعدي ولد الله ببعث ناس يساعدوا اولادك. شو بتعملي؟ صدقوني فيش شيء بيضيع عند ربنا، كل شيء بتعمليه من قلبك لربنا ربنا بكافيك. واذا انت بتعملي عشان المصاري وعشان المدير، فرد داود كل الاحترام لك حبيبنا. للمدير كل الاحترام للمدراء استاذ صليبه، بس اعملي لمديرك الاول هو ربنا. اعملي مش حدا شايفك، مش ضروري المدير يشوفك يجي يزقف لك، لازم ربنا يزقف لك ويكافيك بس.